إنتاجي المحلي. أبوك شيباني وذر اللحماني خيال شياني. هذه إحدى الكلمات التي ينشدها تجار سوق الحبوب المهددة بالإقفال بعد تراجع إنتاجيات اليمن من الحبوب الغذائية العام الماضي من 1,012,000 طن إلى 864,000 طن. الناس يعني مستكفين من الحب مع البر هذا الذي بيجي الاسترالي والبر الأمريكي والذا، فالناس بيبصروا أنه يعني الإنتاج البر القدح ما بيخرج الا بمبلغ كبير، يعني الشاقي ولا والتيزل والغلا التيزل تمام، بس يعني بيفضل انه يشتري من السوق ولا يزرع. التجار يشكون تراجع انتاج الحبوب بانواعه المختلفه، يؤكدون ان قله المياه وانعدام ماده الديزل هي الاسباب الرئيسه التي اثرت سلبا على انتاجيه معظم المحاصيل الغذائية وتدني جودة المنتجات الزراعية بشكل عام. أكثر شيء يعني استورات ما عبش أول أو يعني مقل المحصول ما عبش ديزل ما عبش بترول، قال لك البومبات هذا ما عبش أول، أول كان يجي محصول خيرات فحين ما عدبش. المنتجات اليمنية بسبب ارتفاع أسعارها ورخص في الاستيراد اللي بنستورده من الخارج. ثانيا اتجاه المزارعي وأبناء المحافظات والقرى إلى زراعة القات بكثرة للدخل اليومي. في الوقت الذي يحذر فيه اقتصاديون من اتساع الفجوة الغذائية إلى أكثر من 77%، تنكمش مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من عام لآخر، مشيرين إلى أهمية إيجاد خطط وبرامج دقيقة وواضحة تتضمن تشجيع زراعة الحبوب وتوفير الإمكانات اللازمة للمزارعين. إذا ارتبط السوق بالإنتاج حلينا المشكلة، لأنه إذا استلم المزارع عائد مجزي زاد في عملية إنتاجه، لكن إذا تتوقع أنه إنتاجه في بعض الحالات لا يوصل إلى السوق تكلفة الإنتاج أعلى مما يمكن أن يستلمه، فهذه الكارثة. رغم توفر الحبوب المستوردة من بعض الدول إلا أن المنتج المحلي لا يزال محافظا على جودته، ما يتطلب وقفة جادة وبرنامجا اقتصاديا سريعا حتى يحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد. سامي الحجري، اليمن اليوم.